اذكر قصر الكلام بقى بتروح لمن يستحقها هذا الاسبوع او في خلال ال 48 ساعه اللي فاتت دي. هو للاسف ما كناش نحب نعمل كده خالص ولا نتمنى انه يجي تحت هذه المفرمه الدكتور عصام حجي. ليه؟ الدكتور عصام حجي قدم فكره مبادره الفريق الرئاسي، وهي مبادره من حقه يعملها، هو صاحب وجهات نظر اساسيه من حقه يقولها، لكن كان مش من حقه ان هو يعني يلعب على سذاجتنا، ومش من حقه يلعب على سذاجه الناس. الدكتور عصام حجي ومبادره الفريق الرئاسي لم تتكلم على الاطلاق على ما يسمى بدعوات النزول في 11 نوفمبر وثوره الغلابه، لم تتكلم الدعوه الرئاسيه في هذا الامر او الفريق الرئاسي في هذا الامر، وطول وقت كنا نقول يا جماعه مين اللي صاحب الدعوه دي؟ محدش. عمل ايه بقى الدكتور عصام حجي؟ يوم الجمعه الصبح حب يركب الموضوع. يعني هو احنا بنقول محدش ليه دعوه، وهم بيقولوا محدش ليه دعوه. وقال لك انه الشوارع الفارغه وعدم وجود الناس في الشارع دلاله على نجاح الناس. قال لك لنجعل الشوارع الفارغه افضل وسيله سلميه لتعبيرنا الحضاري عن رفضنا الوضع اللي احنا وصلنا ليه. طيب حضرتك انت طرحت مبادره بهذا الشكل؟ يعني انت جيت من اسبوعين وقلت للناس ما تنزلوش يوم الجمعه خالص في الشوارع علشان نوصل رساله للسلطه؟ لا، اذا ده نوع من انواع التدليس الحقيقه. تدليس، يعني منطق بقى بالظبط زي الحشيش اللي اتكلمنا عنه في الاول. لو الناس نزلت يبقى انت نجحت، لو ما نزلتش يبقى انا نجحت لان قلت لهم ما ينزلوش. يعني لو حرام ادينا بنحرقوه، لو حلال ادينا بنشربوه. فهو الموضوع كله النهارده ان في صنف عالي منتشر في الاجواء. ده كان اذكر اسر الكلام.